احتفلت رعية قلب يسوع الأقدس للاتين في تلاع العلي بعيد قلب يسوع الأقدس، وهو عيد الرعية، وذلك بقداس إلهي ترأسه الأب علاء مشربش راعي الكنيسة، بمشاركة عدد من الأباء الكهنة وبحضور جموع من المؤمنين وأخوية الرعية وأفراد الجوقة والشبيبة وكشافة الكنيسة. وتحدث الأب مشربش في عظة القداس عن تاريخ التكريم والتعبد لقلب يسوع الأقدس، حيث تحتفل كافة الكنائس في العالم التي تحمل ذات الاسم بهذا اليوم الذي يعتبر عيداً لتأسيس الرعية. وفي ختام القداس أقيم في باحة الكنيسة احتفال بهذه المناسبة التأم فيها الجميع مهنئين بعيد رعيتهم. اليوم مناسبة جميلة، نجتمع كعيلة واحدة، كرعية واحدة، كجماعة واحدة حول القلب الإلهي، قلب يسوع، وأيضا نقدم له الإكرام اللائق والحب المتبادل بيننا وبين الله. اليوم هاي المناسبة عزيزة على قلبنا، سمي كنيستنا، ونحن نفتخر أنه إحنا كنيستنا باسم قلب يسوع الأقدس. من جديد اليوم نطلب من الرب يسوع أنه يعلمنا فعلا أن نعيش الوداعة والتواضع على حسب قلب الأقدس، وأن نكون أيضا من مكرمي وشاهدي لحب الله في مجتمعنا وفي حياتنا. شكرا لكم، بتمنى للجميع عيد سعيد، كل سنة وانتم سالمين، ورعيتنا في قلب يسوع الأقدس في تلاع العلي بخير أيضا. وأيضا نشكر قناة نورسات اللي دائما بتغطي احتفالاتنا ومناسباتنا الرعوية. كل سنة وانتم سالمين. يا يسوع الوداع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك الأقدس.